تعالى يا كابتن، يعني تاريخ، يعني شرف، يعني بصراحه يعني شرف نادي الاهلي، ويشرف يشرفك قدام ولادك، حاجه جميله جدا يا كابتن. الحمد لله طبعا كله بفضل ربنا ومجهود، طبعا مش بيبقاش مجهود وفرد، لا ده مجهود جهاز ومجهود منظومه ومجهود نادي بيدعم، لا منظومه متكامله بتساعد اي حد على النجاح. الحمد لله وجود مجموعه من اللاعبات المتميزات، صفقات عملناها متميزه، ناشئات بنطلعهم كل سنه، لازم الشغل يبقى كده، المنظومه تبقى كده، والا مش هنقدر نحقق ونحافظ على النجاح ده كل سنه. بقول يا كابتن، بدايه التدريب ليك، يمكن كلاعب كلنا عارفين بداياتك، وحضرتك كنت معانا في حلقه واتكلمنا عنها كلاعب، بس بدايتك في التدريب مين اللي اثر فيك؟ مين اللي ساعدك؟ مين اللي خد بايدك؟ هو انا ابتديت تدريب في جهاز نادي الجيش مع الفريق الاول، مع الكابتن احمد زكريا والكابتن هاني مسلحي، كنا جهاز الحمد لله متعاون، وقعدنا مع بعض موسمين، كان موسمين كويسين جدا، ناجحين جدا، حققنا فيهم نتائج كويسه. وطبعا اشتغلت بعد كده شويه مع المنتخبات ومنتخبات مصر مع الخبير الايطالي فرجوني، بعد كده اشتغلت في النادي الاهلي في الانسات مع كابتن جمعه عبد الحميد والله يرحمه، ما يعني ابتدينا الموسم حوالي شهرين والله يرحمه توفى، وبعد كده خدت انا القياده بعديه. القدر ما بهلوش، كان توفى طبعًا. الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب. طب قول لي يا كابتن، برضو اكيد يعني برضو 7 سنين بيبقى الموضوع انت بتحتاج تتحدى نفسك، لانه خلاص انت بتوصل لمرحله ممكن تقول لا كفايه، فانت التشبع ده بيبقى حاجه طبيعيه بشر. اكيد طبعا. بتعمل ايه كل سنه؟ بتفوق نفسك ازاي؟ بتعمل دافع لنفسك جديد ازاي؟ الحقيقه طبعا الموضوع صعب جدا، ان انت يعني النادي الاهلي معروف وجماهير النادي الاهلي ما بترضاش غير بالفوز والمركز الاول، الموضوع صعب جدا ان انت بتلعب تحت ضغط ان انت مركز اول، ده بيبقى مطلوب منك ان انت المنظومه اللي معاك كلها كجهاز صحيح. فني وكلاعيبه، ان انت على طول لازم تبقى حاططهم على التراك دوت، ان احنا ما ينفعش نخسر، ان احنا في مسؤوليه تجاه جمهورنا ومجلس اداره بتاعنا بيدعمنا واقف في ظهرنا كل موسم، مطلوب مننا كل سنه الاربع بطولات اللي بنشارك فيهم. الحقيقه حاجات بتبقى صعبه جدا، لازم يبقى اللعيبه على اكمل وجه جاهزين فنيا وبدنيا بسرعه عاليه جدا، الجهاز بتاعنا كله جهاز الحقيقه متعاون وشغال خليه نحل، الحمد لله يعني احنا منظومه متكامله كلها بتدعو للنجاح الحمد لله. اكيد يا كابتن.